وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. دفاعا عن تراث آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطيبين الأطهار ونصرة لهم، قمنا بهذا العمل الإعلامي المميز، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يذب ويذود عن آل بيت نبيه الأطهار وصحبه الأخيار رضوان الله تعالى عليهم جميعا. الشيخ الشيعي محمد سعيد العرادي يوضح للشيعة فضل المتعة في كتبهم، ويعد الشيعيات بالمغفرة إن هن تمتعنا والعياذ بالله. جاء موضوع المتعة وجاء حكم المتعة، فشرعها الله سبحانه وتعالى بأصل القرآن، قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هاي المتعة حللها الله عز وجل، هاي المتعة حللها الله عز وجل. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. عندنا مستحب الاتيان بالمتعة ولو في العمر مرة واحدة، لأن هذه سنة من سنن النبي، لأن هذه سنة من سنن النبي، لأن هذه سنة من سنن النبي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي رواية قال الإمام الباقر سلام الله عليه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء بالمعراج مولا قال: لحقني جبرائيل، جبرائيل لحقه، لحقني جبرائيل عليه السلام، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الله يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. الله يغفر للمتمتعين من أمتك من النساء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. عن الإمام الصادق سلام الله عليه، شنو رواية عظيمة هذه، شنو رواية عظيمة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ما من رجل تمتع، سمعوا الرواية هذه، كل قطرة غسل، كل قطرة غسل تطلع من هذاك الغسل، الله يخلق من القطرة دي 70 ملك يستغفر له. واضح؟ اسمع الرواية نص: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة. رحم الله والديك، الله يقول أنت أحييت السنة، إلى يوم القيامة هل 70 ملك من كل قطرة؟ إيش قد قطرة تنزل؟ 1000 قطرة، 1000 ضرب 70 كم يطلع؟ كم يطلع؟ ها؟ 70,000 ملك يستغفرون له. زين؟ عشان كذا ثواب عظيم. من كل قطرة تقطر منه 70 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها، اللي يتجنب الموت أي يلعنونه هم. هذا اللي يقول له أنا ما أتمتع، يرفض سنة النبي، هذا شنو يلعنونه؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.